السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. مرحبا بكم متابعي إبداع تطريز مع مريم. كنتمنى إن شاء الله أن الفيديو هذا يلقاكم بأحسن الأحوال وبصحة جيدة. اللهم إنا نسألك بحق نبيك الحبيب أن ترفع عنا هذا الوباء يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. إذا في الأول دائما كنرحب بالمشتركات الجديدات اللي يلاه تعرفوا على القناة ديالي، وكنشكر جميع المتتبعين الغاليين اللي عندي في القناة. إذا إذا كنتي أول مرة كتشوفي القناة ديالي، اشتركي في القناة باش دائما يوصلك الفيديوهات الجديدة اللي كنزل. إذا اليوم عاوتاني غادي نخدمو تطريز على توب التول. إذا غادي هذا كنت نزلت فيديو، لكن هذا فيديو غادي يكون مكمل للفيديو الثاني اللي كانت تحذف ليا فيه طريقه باش كنقي تول. اذا في الاول اذا غادي نبداو المراحل الاولى. اذا احسن هادو انا فايت اللي جربته، ما صدقش ليا، ما عمرني خدمته، ولكن بهذه الطريقه اللي نصحتني به واحد الاخت متتبعه هي اللي صدقت مزيان، لان هي عندها تجربه في الطرز ديال التول. اذا عندنا هذا الفيزلين، هذا الفيزلين اللي كيتقطع بحال القاعد، هذا هو اللي كنستعمل دائما انا مع التوب، ما كنصلحوه ما حتى حاجه. اذا اول حاجه هاد البلاصه اللي فيه اللمعه، كما كتلاحظوا هاد فيه هاد اللمعه هادي، يعني البلاصه ديال الكولا، هي علاش غنرسموا رشمه. اذا غادي نرسم الرشمه ديالي، هذه رشمه عندي انا، غادي نطرز هاد الورده هادي. اذا غادي نمشي مع الرشمه نرسمها. خصوصا ناف بحال هاد الورده هادي اللي كتكون في هاد الخدمه ديال التول بزاف. اذا هذه هي الرشمه ديالنا، هذه خصوصا هاد البرده هذه اللي كتشوفوا هنايا. غادي نحيدوا الرشمه ديالنا، غادي نحيدوها بالرطوبه عيال البال. هنا عندنا هاد المرمه انا دورتها هنايا بلاستيك وواحد بسكوتش، يعني ممكن تدوزي لهم كلهم عفوا بلاستيك. انا غير حيت كيشد الوقت في الخدمه ديالو، ملي خدمت بهاد الطريقه هذه ما كيتمزق التول ما حتى حاجه. هنا عندي التول، عندي التول، هنا عندي غير طرف صغير ديال التول. الاساس ديال هاد الطريقه هادي ان ما عمر كيتشدي يعني يجيك تجيك شي بلاصه هكا ما يكونش فيها الفيزلين، لا خاص ضروري التول تحط كلشي على الفيزلين. اذا حنا خدمنا الرشمه على البلاصه اللي كتبري، كنحطو التول ديالنا. يعني مثلا دابا الا غطر الا غنطرزو لكم، خصنا نقطعوا الفيزلين كله على القياس ديالكم باش تجينا فيه، باش تجي المرمى تشد في التول والفيزلين، ما تشدش غير في الفيزلين بوحدو اولا في التول بوحدو، ضروري تجمعوا بجوج. اذا كنحط عاد كنثبت المرمى ديالي، كنثبت المرمى ديالي عادي كما دائما كندير. هنا اصلا هاد التول هذا ما كي ماشي داك النوع اللي كيتيره بزاف. درها نتوما كتشوفوا مثبت، نجرب غير بشويه ماشي بزاف. هنا تعمدت باش نوريكم الطريقه، يعني غير بشويه باش غادي نثبتوه، ما نزيروش بزاف. وهاد التول هذا ماشي الغالي، هذا غير رخيص، يعني سواء لا في الرخيص ولا في الغالي نفس الخدمه اللي كتكون فيهم. اذا نمشيو ان شاء الله مع هاد الخدمه هذه، نكمل الورده وتبقوا معايا حتى نقيو الورده ديالنا من الفيزلين. تنمشيو مع الخدمه ديالنا ان شاء الله. اذا هنا دائما هاد الورده هذه غادي نبداو ليها، ما كنبداش انايا من المركز ديال الورده، خصني نبدا من اولا نخرج العروشه من الاولين، ومن بعد نكمل نخدم الورده من الخارج ديالها، ما غاديش نبداها من الوسط باش تجيني لا فينيسيون ديالها مزيانه. اذا نبداو بسم الله على بركه الله. هنا بالنسبه ما يكونش السق اللي مزير بزاف،
الاساس هو في هذا تنمر الدمعه في البال ما يتثقبش، لان اذا مشات تتثقب ممكن انا ننصحوه نزيدو عليه عريشه ولا وريقه، ولكن خصنا نردو البال وحتى الخيط ما نبقاوش نجبدوه، نقطعوه غير بشويه حتى نزولو الزائد ديالو. بالنسبه للبنات اللي تيقولوا بان راه كيجي لهم تضوال المرمى، هو فعلا ملي كديري غير طريف ديال الثوب وكدوري المرمى راه كيجي ساهل، ولكن ملي كتكون شي قفطان اولا شي جوبا فيها 3 متر بغي دوري هكا في المرمى شويه كتجي صعيبه، خصوصا الخدمه ديال لي زور، الخدمه اللي كيخدموا لي زور راه صعيب فيه تضوال المرمى. من الاحسن كندورو غير دوره نص نص، يعني ما غاديش تجينا ديك الخفه ملي كتشدي غير ربع ديال القفطان ولا كم واحد كيجينا ساهل، ولكن الا غتخدمي ازار خصوصا ماشي مخد ليزار يعني كتجينا تضوال مرمى كتجينا صعيبه بزاف، يعني غندوروها غير نص نص. اذا هنا خرجت هاد العروش هادو، اذا هاد الطريقه باش غادي نكمل. اذا هنا كتشوفوا ملي كنبغي نخدم الورقه كنخدمها دائما بعرض اوسع، يعني عرض واسع. بهذه الطريقه من بعد كنجي كنظن بانه راه ساهل. هنا خدمتها هذه بتضوال مرمى، غادي نخدمها عادي من غير تضوال مرمى. يعني اي وحده كتشوف الشكل اللي غادي يجيها ساهل. اذا هذا الوسط هذا غادي نحاول ما امكن غادي نزيد عليه واحد، حيت حنا غادي نبغي نخدمو عامر شويه غادي نزيد عليه واحد الطرف ديال الفيزدين باش ما نخاف لا يتقطع ليا الفيزدين هذا الثوب ديال الشبكه من تحت.
إذن هذا هو، هنا غادي نخدمو الخنيجر ديالنا عادي. هو احسن غرزه تخدم في التول هي الخطفه، يعني الخطفه هي كتجي، لان التول هو ما كيبغيش الطرز يكون رقيق حيت هو شفاف. ملي كتبغي بحال كيطرز في الكمام خصنا نطرزو فيه طرزه تكون عامره، يعني بحال وردات كبار وعروش كبار هما اللي كيبينوا سميتو. يعني يا اما كنخدموا بالخطفه او لا بالغرزه ديال التعريف. نردو الباب ما بقاوش نجبدو الخيط، انا ولفت هذه الطريقه هذه عفوا ولفت هذه الطريقه باش كنجبد الخيط باش كنقطع. وبالنسبه لهذا ديال الكانيك هنا البنات اللي كيلقاو فيه مشكل يحاول ما امكن يتعلموا الريكلاج ديالو، لان اذا جاب لك يطلع عليك الخيط للفوق هذا عارفه بانه راه مطلق بزاف، يعني خصو يتزير. ولا جاب لك عاود ثاني كيخرج لك الخيط ديال السوجي خيط واحد كتعرفيه بانه راه مزير بزاف. إذن احسن غرزه نخدموها هكا في نسيت عبد الخيط احسن غرزه نخدمو بها في التول هي يا اما الخطفه او لا بوان دو كوسكوس، يعني التغربيل. بعد ما يعني يا اما الغرزه ديال الخطفه او لا بوان دو كوسكوس هذه كتجي مسروعه في التوب ديال التوب. اذا الاغلبيه عاوتاني غادي غيصورني على الحرير، والحرير واش ممكن انا نخدمو به في التوب؟ اكيد غادي مادام السقل، حيت السقل هو تيكون اصلا حرش وصعيب. مادام السقل انه خدمناه في التوب اكيد الحرير حتى هو غادي يجي معاه. يعني غادي ناخذ شي لون هنا، غادي ناخذ هذا لون الشيبي، انا اصلا هذا التول هذا شيبي، ندخلو في الداخل ديال الوردة. اذا اولا غادي نجربو فيه عريس، هنا هو جربنا فيه الغرزه ديال الطربيل وغادي نجربو فيه الخطفه هنايا من الداخل.
هنا ما كنديرش عرض بزاف، غير شويه، نحاول نقسم السرعه باش تفهموا. هاد انا غادي نديرها في 2000 احسن. اذا كنظن بانكم فهمتوا الطريقه باش خدمت هنايا في هذه الخطفه هذه. اذا راني جربت حتى هذا الخنيجر هذا، وكنظن بان هذه الطريقه هذه احسن طريقه واسهل طريقه. ودائما كنشكر الاخت الاخت زهور من تطوان اللي ورات لي هذه الطريقه. هنا غادي نخدمها بالداخل هذا. هنا في حالة ما يعني تقطع لك التول، يعني ممكن انه يتقطع يتثقب لك في شي بلاصه، يعني ملي غادي تثقب في شي بلاصه غادي تزيدي عليه. مثلا دابا غادي تثقب لي في هذه البلاصه هذه، غنحاول ما امكن نخرج من بحال دابا في هذه الحاشيه هذه، غنحاول ما امكن نثقبيه مره ثانيه، يعني بلا ما تخلع، يعني رجع بلا تتقبل لك في شي بلاصه في جهه هكا ولا سميتو، غادي يا اما نخدم الغرزه ديال التغربيله ولا هكا بالطريقه ديال الخطفه، وغادي نداوي المشكل. يعني بلا ما تخلع، غير نحاول تكون غير تقيبه صغيره، ما تكونش تقيبه كبيره بزاف. اذا نمشيو نفكوا هاد المرمه هذه. اذا اول حاجه غادي نقيها من الخيوط، ودائما تجنبوا ما نجبدوش الخيط عليه باش ما نكون عارفين التيل هو رهيف شويه. الاخت زهور اصلا قالت لي ما تصلحيش نهائيا، ولكن انا هذاك اللي خدمت لكم البارح سميتو صلحته. كان دائما المصلوح كنحط توب على توب، ما كنصلحش على الطرز نهائيا. تنقلب الطرزه وكنحط التوب وكنصلح فوق منه، يعني باش ما نحرقش الصقل ليه، ما نحرقش الحرير، ما يتوسخش ليا ما حتى حاجه. اذا الورده ديالنا هي هذا. غادي نجيو نحلو المرمه ديالنا. اذا هذه هي الطرزه ديالنا. غادي اولا غادي نقلبها باش نقي ليها هاد الزائد اللي غادي يكون من هاد الفوق، لان ضروري اننا نقيو هاد الداخل هو الاول، لان عارف الموديلات ديال التيل هو ملي كيكون شبكات يكون صعيب، ما تشدوش ليك الكروام، يعني كي هو تي يعني توب رهيف. الطريف هذا ديال الفيزلين كنت زدته في الوسط باش ما يجينيش باش ما يتقطعش ليا ولا حتى حاجه. اذا من بعد ما نقينا السورجي كامل اللي كان على الداخل ديال نحيدو المرمه ديالنا عادي، وغادي نجي هذا اصلا كيتقطع غا بوحدو ماشي، يعني غادي نحيدو هكا تقطع بحال الورقة باش تبقى لينا الوردة، يعني ماشي دين هي هادي. ما تقطعوش الفيزلين بالمقص باش ما دائما ما يضيعش لينا التيل. يعني إذا شي حاجة مهم الأحسن دائما. اذا كنغير الورده ديالنا، فيها حتى
المهم الاساس ان التول ما يتثقبش ما يتقطع من الطابله صح. اذا هذه هي الورده ديالنا، كنتمنى ان هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش الاشتراك في القناه باش دائما يوصلكم الفيديوهات اللي كنزل يوميا. اذا لنا لقاء في فيديو اخر ان شاء الله.